لكم عفوا هذه اقتصادية، جبت لكم اليوم وصفة تاع الغريبية بالنسكافيه، يعني نوع من الغريبية بالنسكافيه. واش عندنا في هذه المقادير؟ عندنا الفارينة، عندنا يعني مقادير قلال، عندنا الفارينة، عندنا سكر كلاص، ملعقة تاع حليب غبرة، نص بيضة أنا يعني قسمتها، عندنا 3 ملاعق تاع مانغارين، عندنا 3 ملاعق تاع زيت، هذا عطر الفانيليا، عندنا نص باكي تاع خميرة كيميائية، وعندي ملعقة تاع نسكافي وشوية الملح تاع الملح. نبدأ طريقة التحضير. هاد الوصفة يعني سهلة في الحقيقة، ديريها ما فيهاش يعني خدمة كبيرة، فيها شوية التعب في التشكيل ديالها، بصح يعني واحد اللي يحب يدير كما قال واحد يتعب شوية. هاديك عندنا، هادو قلتلكم عندي 3 ملاعق، هنا هاد 3 ملاعق قس قس 75 غرام، 75 غرام تاع مانغارين، اون فاغي جاتو و نسكافي. سو جاتو كاسكونا، اون 3 كويير دو مانغارين، 3 كويير دو لويل، 3 كويير دو لويل، اون 3 كويير دو سكر كلاص، ce gâteau il est rapide, facile à faire. Voilà, 3 cuillères de lait en poudre, une pincée de sel, un demi paquet de Nescafé, une cuillère à café, j'ai une cuillère d'eau, je vais mélanger le Nescafé. Vas-y, je vais le parce que je vais bouffer le Nescafé. نخرجوها، تعطينا بنة، تعطينا لون. عندي ملعقة عطر الفانيليا، هذا العطر الفانيليا اللي جاي بذوق الكراميل. عندي هذيك نص بيضة، بيضة خبقتها نحيت نص تاعها، ها وليد هي الكين الكمية هذه، دير نص بيضة، تحبي تضاعفي الكمية ديري البيضة كاملة. اون ان دومي اوف، سي اون فو اوكمونتي لي ميزور اون مي ان اوف اونتيي، لا موتي دان اوف، وي اون لا موتي دان اوف. هادو هما المقادير اللي كاين في هاد الوصفة. من بعد نزيدو الفارينة مع الخميرة. وصفة قلت لكم يعني ما فيهاش خدمة كبيرة، ما فيهاش تكاليف اقتصادية. هاديك عندنا هذاك نصف تاع كيس خميرة كيميائية، ان دومي باكي دو ليفير شيميك، نديرو صفاية. ونبداو نديرو في الفارينة، نبداو نكيلو بالملعقة كيما كيلنا المقادير الاخرين بالملعقة، نكيلو الفارينة بالملعقة. عندنا وحدة، زوج، ثلاثة، أربعة، ندير الخمسة ونشوف نحرحر ونشوف. دوك نحرحر ونشوف هاد العجينة، تخرجيها في اللمبوط، ولا اللي عندها لابوشادوي تخرجها في لابوشادوي. أنا دوكا راح نخرجها في لابوشادوي، بصح لي ما عندهاش تقدر تخرجها في اللمبوط. منقوش حبكم مليح، على بالكم هادي فيها الزبدة. هكدا أنا درنا 4، دوك نزيدو الفارينة، درنا 5، نزيدو 1 2، وراكم تشوفو الفرينة اللي نعمر الملعقة، 3، ندير 4 ونشوف. هاكا
قلت لكم وصفه يعني سهله. هذا بينا تعاونونا في الاشتراكات، تعاونونا في اللايكات باش هكذا مطبخ هانيه كل خطره يدير المجهود تاعو باش يجيب لكم حاجه جديده. وكي تكثروا لنا نقدروا نكملوا، في هذا القناه، ولا ما كانوش عندنا الدعم وما تقدروش تدعمونا ما نقدروش نكملوا. هكذايا هكذا دوك نحب انايا عندي لابوش نحب نخليها هكذا، نخرجها بلا بوشادوي، ولا ما عنديش لابوشادوي نزيد لها زوج ملاعق بارينه نخرجها باللمبات. انا هكذا ما نزيد لهاش هكذا. دوك نجيب السنيوه ونجيب لابوش ونولي. هايديك انا اللي درت العجينه تاعي لابوشادوي، هايديك هكذا. دوك نبدا نشكل لكم الشكل تاع هاد الغريبيه هادي، شوفوا كيفاش راح ندير هكذا. يعني حاجة شابة هكذا، تجوا لهنا هكذا تعبزوا ومن بعدها تروحوا هاك وتحطوا لها لابوش للقاع تاع سنيوة ويجيكم الشكل شباب هكذا. نكملها نديروا الفوق تاعنا على 170 درجة مدة 35 دقيقة، ما فيهاش طياب بزاف، بالخف طيب غير قسمة تنشف. من بعد نديرو لها التزيين ونوريها لكم. هاو الشكل كمل نعمر ونوري لكم. هاي ديك الحلوة تاعنا بعد ما طابت، شوفوا كيفاش جات. هاي ديك انا نديرت وحدة على وحدة باش نديرو لهم، انا على حندير لهم السن. وهذه اختيارية، تحبي ديري معجون تقدري. هذا تلاقو عندي هنا ياقص زوج ملاعق كبار تاع سن. واش ندير لهم؟ ندير لهم شويه تاع نيسكافي هادي، ندير نحل حرك كيما حرت هكذا، ملعقه تاع قهوه ندوبو في هذاك شويه تاع الماء هكذا، ونديروها في الكاسل هكذا. ما قلت لكم هذا تزيين اختياري، تحبي ديري تطليهم بالمعجون تطليهم بالمعجون. نزيد لها شويه تاع لافاني كل وحده واش، وانا راني نوريكم هذه الطريقه كيفاش عسل. يعني عسل نورمال ماشي عسل هكذا. نحكم الحبات تاوعي وهذايا نطلي لهم وندير لهم شي عسل داخل بهذه الطريقة ونغلق. نزيد نضيف الحبة هكذا ونغلق. يجي شباب هاد الكاطو، يعني بمناسبة صحاب لي ربحو الباك هكذا، تقدري ديريه هكا وصفات كيما هادوما وتحطيهم للناس ضيافك كي يجو يهنو لك يباركو لك لولادك في الباك هذا كيما قال كوتشين بروك لولادنا هكذا. من بعد نحكم عندي شي الشيكولا اللي دوبتها انايا هكذايا، هاني دوبتها هادي، يعني كيما قالت تانيك تزيين من الفوق اختياري ندير هكذا نزين الحبة تاعي من الفوق هكذا بهاد الطريقة. دوك ندير نكمل ونوريهم في طبق التقديم. هاكو شفتو كيفاش زيناها كيفاش درناها، هذه هي الوصفة. شوفوا كيفاش جات، شوفوها يعني تجي ما شاء الله، شوف طرية تجي مرملة، يعني كيما قالت حطيها بمناسبة كيما قال الاحتفال بالبكالوريا تاع ولادنا، ديريها لحبابك وناسك. هذه هي الوصفة تاع اليوم، ديرولنا اشتراك ديرولنا لايكات باش يوصلكم المزيد. معاها هنية اقتصادية، والسلام عليكم.